ترند جديد كان على السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا، المقارنة ما بين موقفين عبد الله السعيد وكهرباء. عبد الله السعيد لما كان في النادي الأهلي وبعد كده حصلت المشكلة بتاعته قبل ما النادي الأهلي يعرضه للبيع، ومقارنة بينه وبين الموقف الحالي لمحمود عبد المنعم كهرباء لاعب نادي الزمالك طبعا، واللي انتقل لأفش البرتغالي، والمفروض ان هو على اتفاق مع مسؤولي النادي الأهلي ان هو ينتقل للأهلي خلال يناير اللي جاي او الصيف. طبعا خلال الثلاث ايام اللي فاتوا انا دخلت في ديبيت كبير وجدل مع الأصدقاء على السوشيال ميديا سواء في فيسبوك أو تويتر، وما بين اختلافات الآراء بأن أنا وجهة نظري في عبد الله السعيد كانت لحد ما منحاز أو ضد اللاعب، في حين أنا كنت في موضوع كهربا بقول الخبر بتاع انتقاله للنادي الأهلي اللي أوحى للبعض أن أنا قلت وجهة نظري أنه هو مش غلطان. طيب نستغل بقى الفيديو ونديبيت مع بعض ونتجادل مع بعض بالفيديو اكتر ما احنا كنا بنديبيت مع بعض بالتكست. وطبعا في البدايه كامل احترامي لكل وجهات النظر وكل الكومنتس. طبعا انا بتكلم صراحه عن خلال ال 72 ساعه الاخيره جالي فوق الألف تعليق سواء على فيسبوك او على تويتر باراء مختلفه، اللي مؤيد اللي معارض اللي شايف وجهه نظري صح اللي شايف وجهه نظري غلط. كل ده كامل احترامي الشخصي لكل الاصدقاء اللي بيهتموا اصلا باي حاجه انا بقولها. طيب اشرح موضوع عبد الله السعيد بس عشان نبقى موضحين الدنيا من اولها ونعمل فلاش باك سريع. عبد الله السعيد كان لاعب في النادي الاهلي وكان باقي في عقده 6 شهور ايام ما كان الكابتن حسين بدري مدير فني للنادي الاهلي. طيب اتقال في اخبار ساعتها ان عبد الله مضى لنادي الزمالك ومفيش حاجه مؤكده، وكان لسه النادي الاهلي ما قدرش يجدد عقد عبد الله معاه. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان احنا فضلنا ماشيين خطوه بخطوه خطوه بخطوه لغايه لما النادي الاهلي اعلن رسميا ان عبد الله جدد. ولو نفتكر ساعتها كان نادي الزمالك ومسؤول نادي الزمالك بيقولوا ان هم قاب قوسين او ادنى من اعلان صفقه القرن، والاسم كانش معروف، ولكن قبل النادي الاهلي ما يعلن تجديد اتقال اسم عبد الله وان عبد الله مضى نادي الزمالك. طيب عبد الله عمل ايه؟ عبد الله حلف 30 يمين انه ما مضاش نادي الزمالك، هو بس قعد وما مضاش، وبالتالي هو بعد ما توصل لاتفاق مع مسؤول نادي الاهلي قرر التجديد للنادي الاهلي. بعد تجديد عبد الله السعيد مسؤول نادي الزمالك طلعوا صور ان عبد الله السعيد جه وقعد ومضى واتصور، وكمان قبض مبلغ كان يقدر وقتها ب 40 مليون جنيه. طيب ساعتها انا قلت وجهه نظر الشخصيه في اللي عمله عبد الله كان غلط، وان هو اثار فتنه ما بين الجمهورين. ليه؟ ان كان لازم عبد الله السعيد يحترم الكلمه اللي اداها لنادي الزمالك لما راح وقع. ما دام وقعت يبقى لازم تحترم التعاقد وتحترم كلمتك، وما كانش في اي داعي ان انت ترجع تاني للنادي الاهلي وتمضي له تاني. فبالتالي انت هنا عملت ايه؟ عقدك بينتهي، رحت مضيت نادي الزمالك وخلاص، ومسؤولي الزمالك عرفوا ان انت خلاص يعني ايام وتبقى معاهم، بعدها تراجعت لاي سبب كان، لاي سبب كان تراجعت بسببه ورحت ماضي تاني للنادي الاهلي، ودخلنا طبعا بقى ايه في المشكله بعد كده زي ما مشيت. طيب هل ده نفس اللي حصل مع كهربا؟ لا، دي وجهه نظري. موقف كهربا مختلف تماما عن مختلف عبد الله السعيد. موقف كهربا في مشكله ما بين اللاعب وما بين اداره النادي مكان لاعب في النادي بخصوص المستحقات، تم التجديد، العقد ما توثقش، لا العقد توثق، في مشكله تتحل. امتى اقول ان كهربا غلط زي عبد الله السعيد؟ دلوقتي كهربا راح بكل انا باكدها، كهربا اتفق مع مسؤولي النادي الاهلي انه يطلع اوروبا كفتره انتقاليه ويرجع على النادي الاهلي. لما كهربا يطلع يقول انا عايز ارجع نادي الزمالك، لا انت هنا بتلعب على الحبلين، انت هنا اديت كلمه وماضي على عقود مبدئيه مع النادي الاهلي، فيبقى انت هنا عندك مشكله وبتكرر نفس اللي عمله عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لما طلع نفى ان هو مضى نادي الزمالك، بعد كده الزمالك طلعوا الصور ما يثبت ان هو مضى، ومش بس اتصور بس وكان قاعد في جلسه، لا ده كان قاعد بتصور بعقد اتحاد الكوره وكمان
قبض فلوس، فبالتالي انا ما اقدرش اقارن ما بين الموقفين في الوقت الحالي. كهربا في الوقت الحالي مش نص الطريق، هو انا اختلفت مع النادي بتاعي في مشكله تتحل، سواء في اتحاد الكوره، اتحاد الكوره يحسمها نادي الزمالك يحسمها الكهرباء زي ما تطلع، بعد كده اكيد الطرف اللي هيطلع خسران في الحكم او متضرر هيلجا للمحكمه الرياضيه. دي امشي في التقاضي زي ما انت عايز، مش دي ازمتي خالص. انا كل فكره اني بتكلم على احترام اللاعب ل قراره اللي هو خده. عبد الله خد قرار انه ينزل الزمالك، يبقى كان لازم تحترم توقيعك نادي الزمالك. نادي الزمالك نادي كبير وعنده جمهور كبير، كان لازم تحترم هذه الخطوه اللي انت عملتها بدون اي ضغوط من اي حد، وما ترجعش تاني للنادي الاهلي اي سبب كان مادي او اي غير مادي. ليه؟ انت طبيعي جدا لما اداره النادي الاهلي عرفت ان عبد الله كذب عليها قرروا خلاص. طبعا كابتن محمود الخطيب شاف ان ده ما ينفعش يصح، وبالتالي عرض اللاعب للبيع، وساعتها عبد الله اتجه لاهل جده السعودي. في الوقت الحالي انا طبعا كان احترامي كل وجهات نظر اللي كتبت لي، ولكن مستحيل نقارن ما بين موقف كهربا وموقف عبد الله. ان كهربا واقف انا اختلفت معايا الزمالك، مش عايز ارجع تاني، مش هلعب للزمالك تاني، انا همشي عشان عايز اروح العب فتره من حياتي في النادي الاهلي باي وسيله كان، حتى لو هتوقف 6 شهور وهدفع غرامه اخر سنتين من عقدي انا ما عنديش مشكله ايا كان المبلغ، لكن دي رغبتي الشخصيه. وشفنا كهربا حتى بيغازل جمهور النادي الاهلي في كتير في على السوشيال ميديا او من خلال اخبار اتنشرت على المواقع. وبالتالي لما كهربا بقى يرجع يقول انا اسف لا خلاص يا جماعه مش هلعب للاهلي، مش عايز اروح الاهلي اصلا، وعايز ارجع اكمل مسيرتي مع الزمالك، يقول لا خلاص انت هنا غلطت زي عبد الله وعملت نفس الفتنه اللي انت اللي عبد الله عملها بين الجمهورين، وعايشنا فتره من الجدل الكروي الزايد عن اللزوم على السوشيال ميديا بسبب قرار من اللعيب. مش يعني سوري في الكلمه، في الاخر لعيب الكوره هو راجل رياضي لازم اكيد يحترم قراراته ويحترم المجال. المجال مش محتاج نديله اجم حجم، ونحترم كمان ان كل نادي خصوصياته، وطالما الامور مستقره ما بين جمهورين اكبر ناديين في مصر اكيد المجال كله هيبقى هادي. دي كانت وجهه نظري في موضوع عبد الله سعيد وكهربا، حبيت اقوله معاكم بالفيديو عشان تبقى الدنيا واضحه، وان شاء الله استنونا في حلقات جايه من ترند يلا كوره.